مكشاتنا اليوم يختلف عن أي مكشات. حددنا الوقت والزمان واخترنا المكان المناسب، وكانت وجهتنا لوادي الغيل شرقي محافظة المجالدة. هذا المكان الجميل الساحر اللي بطبيعته يجذب الناس، ويشهد على مدار السنة إقبال من السواح والكاشتين. اليوم طلعتنا في مكشاتنا في قرية وادي الغيل، إحدى القرى التابعة لمركز خاط، والواقع في محافظة المجاردة وفي منطقة عسير. هذا الوادي وهذه القرية الجميلة والرائعة والتي تشتهر بزراعة الموز والبن والروائح العطرية بأنواعها المختلفة. طبعا كل واحد يجيب معه، اللي يجيب قهوة، اللي يجيب شاهي، اللي يجيب تمر معه، كل واحد وزان عليهم الكشتة. طبعا أحيانا نسوي هنا كبسات، نسوي أكلات شعبية، كل واحد اللي يجيب معه دخن، اللي يجيب معه عريكة، واللي يجيب معه يسوي مضغوط. أحيانا نسوي طبعا أحيانا نسوي دجاج، نسوي لحم. مكشاتنا اليوم مختلف حتى في اللبس، حتى في الهندام، كل مكان لها أو كل حزة زي ما يقولون لها لبس. نطلع أحيانا العصريات، أحيانا الليل، يعني الظهرية، فنختار المناطق اللي جوها كويس. بعد ذلك تم اختيار مكان مناسب لإعداد وجبة العشاء، والجميع يشارك في إعداد هذه الوجبة، وكل يقوم بالمهام المكللة. وعادة ما تكون الوجبة العشاء من الأكلات الشعبية المعروفة في أوساط المجتمع، بحيث تكون هناك الأمقادير والبهارات المعروفة في إعداد الأولي للطعام. عادة ما تطبخ الوجبة العشاء على نار هادئة لإخراجها بالطعم المعروف. لبرنامج من السعودية، غافر البكري، المجاردة.